يخليك عمك طيب. عافاك بغيت نقول لك دير لي عافاك الدعاء للاب ديالي توفى هذه تقريبا شي 9 شهور. كنت هضرت معك بالضبط كنت تكلمت معك في ديك الساعه قبل ما يتوفى بستة ايام. الله اكبر. يا قلت لك دير ليه الدعاء ودرتي ليه الدعاء ومن بعد ستة الايام ربي بداه الله يرحمه. لا اله الا الله وجميع المسلمين. لا اله الا الله لا اله الا الله. الله يرحمه ويوسع عليه ويرحم يا رب امواتنا جميعا يا ربي يا ربي. وبغيت عافاك دعا ليا مع الام ديالي مريضه بالمس وكما قالت هذه السيده اللي قبل مني فيها دابا كيقولوا لها الدكاتره فيك الوسواس القهري والاكتئاب ومريضه مسكينه وملي توفى الاب ديالي صافي زاد تازمت بزاف. لا اله الا الله. دابا 9 شهور هذه تقريبا وحنا من طبيب لطبيب من طبيب لطبيب من راقي لراقي ودابا غير كتشرب الدواء ديال الاكتئاب صافي كتضل غير ناعسه وإلا مقصات الدواء عاوتاني كيمشي لها النعاس وصافي كتولي كتبغي تخرج لينا من الدار كتبقى تبكي. الله اكبر. عافاك لما دير ليها الدعاء والمسلمين والناس كاع اللي كيسمعوا يقولوا امين يا ربي. لله امين. الله يفرج عليكم لله امين. الله يرحم الوالدين والدعاء للاخوه ديالي الله يجازيك بالخير. عندي الاخوه ديالي ما شاء الله كلهم كبار كلهم في السن ديال الزواج وحتى شي واحد ما تزوج. عمي الطيب لا اله الا الله ما نقولش كاع حتى واحد فيهم هو اللي مزوج بوليداتو اللي ما باقي كلهم ما مزوجينش وتا شي حاجه ما مسقمه لهم. عمي الطيب الدار ديالنا كلها حتى شي حاجه ما مقاده فيها. الا تجمعنا عمي الطيب في الدار كتنوض العافيه بيناتنا. الا حنا مفرقين راه حنا كنبغيو بعضياتنا وكنسولوا على بعضياتنا ولكن الا تجمعنا في الدار راه اش غادي نقول لك راه كتنوض عندنا العافيه. اش غنقول لك العافيه عرفتي العافيه ما كتعرفش داكشي كيفاش وقع. لا لا امين كي دوزتوا هذا العيد السعيد. الحمد لله الحمد لله. العيد اش غنقول لك نقول لك كل واحد تقريبا عيد بوحدو. لا اله الا الله صافي هذا هو اللي كاين. ما كاينش ما زعما ما كاين الا داروا يديهم في الزواج ولكن نوضوا المشاكل كيتحبس داك الشيء في الخدمه كذلك ومثال باش يتفاهموا مع بعضياتهم ما كيتفاهموش نهائيا. لا اله الا الله. الدار ديالنا واقفه عمي الطيب الله يرحم لك الوالدين الا ما دير لنا شي دعاء الله يجازيك بالخير. راه كلشي كيقطعوا لي في قلبي ما عندهم مساكن لا وليدات لا حتى شي حاجه. لا اله الا الله. خدامين وحتى شي حاجه ما كاينه والو ما كاين لا ولاد لا دار مقاده لا هما هكا يتلاقاو ودابا المشكل الوالد ديالي توفى ودابا كلشي كيجرب شي قسم هكا ولا فهمتي حتى ذاك القسم غينوضوا فيه المشاكل. هي الورد حلال طيب على الجميع. نعم نتمنى من الله ان شاء الله يا ربي يفك بيناتهم بلا مشاكل بلا حتى شي حاجه. كنتمنى والوالده ديالي دابا هي داك الشيء كتسمعه وكتزيد كتأزم وكتشوف كتطلبهم كتقول لهم غير زعما تزوجوا ديروا غير وليداتكم بغيت غير نشوف وليداتكم قبل ما يديموا الامان امانتو ولكن حتى شي حاجه حتى حاجه ما كاينه عمي الطيب حتى حاجه. لا اله الا الله. قلت لهم تزوج يا نمشي نخطبوا لكم ولا نمشي نشوف لكم ولا حتى شي واحد ما غيهضر معاك ولا يقدر يقول لك ان شاء الله ولا يقدر ما يجاوبكش كاع ولا صافي ويخليك هكا تسمع حتى شي حاجه ما كتزاد في دارنا. دارنا واقفه ولا جمعنا هكا جينا لعند الوالده ولا هكا غادي نوض الصداع ما بين الذكور ويقدر تنوض المداد يقدر فهمتي تنوض المشاكل و... الله يرحم لك الوالدين عمي الطيب الا ما تنساش الله يجازيك بالخير يا ربي امين. وعندي واحد خويا سمح لي طولت عليك عندي واحد الاخ ديالنا كبر منا كاع مريض مسكين مريض ما واقيلا بالمس ولا السحر ولا مسكين ما كيغسلش حالته ما كيجلسش معانا ما كياكلش معانا ما كياكلش زعما الماكله هكا طريه مازال جديده ما حالته صعيبه بزاف مسكين غير كيمشي كيخدم طالب معاش وهو مسكين راه عنده البكالوريا وهذا ولكن الا شفتيه كتقول هذا ما عنده حتى شي حاجه يعني خوتي كلهم قارين ولكن كلهم واش العين واش السحر واش المس كل واحد خرج فيه شي حاجه مساكن حتى شي واحد فيهم ما 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 ما, ما, ما تشوفوا في حاله زوينه هكذا. والزواج عافاك عمي دعا معهم شي زوجات صالحات قانتات لوجه ربي الكريم ولا اله الا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. وعافاك عمي الطيب واحد الدعاء لواحد البنت الاخت ديالي هي بحال بنتي هي بنت طيبه وغايه في الجمال نتمنى لها ربي يسر لها شي جو صالح باذن الله يا ربي يا كريم وتيجيوها الخطاب وتيجيوها هذا ولكن تيوقع شي حاجه هذا كبسيطه ولا كيمشي ما كيرجعش ولا شي حاجه بحال هكا وهي بنت طيبه وغايه في الجمال وما خصها ربي من حتى شي حاجه
عافاك شي دعاء. الله يرحم الوالدين يجاب ليها ربي شي ولد الناس ان شاء الله اللي يستحقها. الله يرحم ليك الوالدين عمي طيب. وانا عندي وليداتي ما شاء الله عندي ثلاثه الدراري وجوج بنيات تيقراو. الله يرحم ليك الوالدين ودعا ليا معهم ينجحهم ليا في يد ربي وكيتشادوا كيبقاو هكا يدبزوا ليا مع بعضياتهم. عافاك دير ليهم الدعاء ربي ينجحهم ويجعل لهم ان شاء الله ذريه صالحه يا ربي يا كريم اللي تنفع في الدنيا وفي الاخره يا ربي. امين يا رب. وعندي بنيه صغيره كاع مسكينه عندي مريضه ما كتزادش عمي الطيب ما كتزادش في الطول نهائيا. عندهاش الطول مسكينه عندها دابا تقريبا عامين ما كتزادليش في الطول مسكينه وقالوا لي الاطباء غالبا غتكون من ذوي قصير القامه. لا اله الا الله. ودعا لي مع الوليدات ديالي كلهم ينجحهم ليا سيدي ربي. وعافاك عمي طيب انا كنسمعك في هذا رمضان هذا كدوز ذاك البرنامج من نهار الحد من 10 ل 12 ديال حفظ القران. نعم. وكيبقى فيا الحال ما عرفتش فين غادي ندي وليداتي نقريهم القران ولا غير شدها معايا شي ربي يفتح لي ربي شي طريق ان شاء الله يحفظوا وليداتي القران. عافاك عمي طيب. يا ربي بيك. يرحم ليك الوالدين ودعي لي مع راجلي عنده الضغط الدموي ربي يشافيه ويعافيه ويجعل ان شاء الله بيننا موده ورحمه. الله يرحم ليكم الوالدين وكل شيء يقول امين. الله يجازيكم بالف خير. امين لله امين لله. الله يطول عمرك لله امينه. شكرا لك لله امينه. شكرا لك. اولا عظم الله اجركم عظم الله اجركم في الوالد. ان لله وان اليه راجعون. حينما نفقد حبيبا او قريبا ماذا عسنا ان نقول الا كما علمنا رسول الرحمة أن نقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لا نقول إلا ما يرضي الله وإن لله وإن إليه راجعون. هذه كلمة نرددها دوما إن لله وإن إليه راجعون. يعني الموت علينا حق. ربنا عز وجل أخبرنا بأن الموت قدر محتوم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس دائقة الموت نقرأها دوما على سيارات نقل الأموات. كنقرأ هذه الكلمة هذه الآية المباركة. كل نفس دائقة الموت. ودائقة بمعنى أن الموت ليس على وجه الحقيقة هو مجرد مضاق وإلا فإننا كما نموت نحيا. وربنا عز وجل جعلنا النوم كل يوم ننام ونستيقظ وكما تنامون تموتون وكما تستيقظون تبعثون. فالموت هو مجرد انتقال من دار الفناء إلى دار البقاء. فأسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة. لعل أمك لالة أمينة أصيبت بما يسمى باكتئاب ما بعد موت الزوج. هناك مرض يسمى اكتئاب ما بعد موت الزوج. حينما يموت الزوج أو العكس قد تموت الزوجة ويكون الإنسان ربما يندهش ويصدم هذا الجسد الذي كان نصف الآخر لأن الزواج هو نصفه الآخر. كيف أن هذا الجسد الذي كان بجماله وبهائه وإبداعه وكان في عناية ورعاية الآن صار نتنا ميتا. وإكرام الميت الإسراع بدفنه لأن رائحته تصير كريهة. ثم يؤخذ ويوضع في القبر ويوضع للتراب. كيف هذا الجسد صار هكذا؟ هناك بعض النساء يصابن مباشرة بعد وفاة أزواجهن باكتئاب ما بعد الوفاة يكون شديد جدا. وخصوصا المرأة التي كانت تتمنى لو أن زوجها كان على قيد الحياة لأسعدته. ربما كان بينتهم نزاع أو خصام أو حسابات فتقول ودع قبل أن أوفي حقوقه ودع قبل أن أحسن إليه ليته عاد لكنت أمة تحت قدمه. فتشعر المرأة بنوع من تأنيب الضمير ووخزي الضمير وبالتالي تصاب بما يسمى باكتئاب ما بعد الموت. هذا يصيب الكثير من النساء. لهذه وصية المرأة تحرص على إسعاد زوجها قيد حياته. والعكس صحيح العكس صحيح. يا ما رأيت رجال فقدوا زوجتهم ومباشرة بعد أن فقد زوجته أصيب باكتئاب حاد حتى أنهم عارضوا عليه عرايس زوجات أخريات لكنه رفض لأنه يشعر بانهزام وبتحطم كبير. والسبب أنه لم يكن يعامل معاملة حسنة أو كان فرط في بعض حقوقها فقال ليتها عادت لفعلت لها كذا وكذا وكذا.
لهذا فربنا عز وجل يتنزه في ملكه والكمال لله وحده لا شريك له. إلا أنه أختي أمينة إذا علمنا بأن حقيقة الوفاة ما هي، هي أن الله عز وجل يقول للعبد المؤمن تعال إلينا لترتاح، هذه حقيقة الموت. المؤمن لما يأتي أجله ربنا يقول له عبدي أو أمتي تعالوا إلي لترتاحوا من مشقة الدنيا وعنائها، لم يبقى لكم فيها إلا المزيد من الأمراض والأسقام والعنت، تعالوا إلي لترتاحوا. فربنا يأخذهم إليه ثم ينقلهم إلى عالم البرزخ، وعالم البرزخ هو مكان فيه تجمع لكل المؤمنين والمؤمنات، مثل قاعة الانتظار يجتمع فيها كل الأموات في انتظار أن يأذن الله تعالى بالنفخ في الصور وتكون القيامة القوم الكبرى. لكن عالم البرزخ هو عالم فيه حياة، فيجتمع المؤمن مع أهله وأحبابه، حتى إن المؤمن يقضي الليلة الأولى في قبره ويرى أنه انتقل إلى عالم غريب، أين أنا الآن؟ الليلة الأولى. لكن المؤمن بعد أن يحاسب يقال له نم نومة العروس في خدرها، والليلة الثانية مباشرة ينتقل إلى عالم البرزخ ويجد بأن أهله وأحبابه وذويه في انتظاره، والداه وأجداده وأخواله وأعمامه وأحبابه ومن سبقه بالإيمان، يقولون سيقدم علينا وافد جديد، سيقدم علينا وافد جديد، فرحين مسرورين مبتهجين بهذا الوافد. فأمواتنا ولدي الحمد في خير، أمواتنا في فسحة عند الرحمن، لكن ما ينقصهم هو أننا ندعو لهم بالمزيد من الرحمة والمزيد من المغفرة والمزيد من الرضوان. فالأم للا أمينة محتاجة إلى من يخبرها ويفقهها في الدين على أن الموت هي قدر محتوم، وأن أمواتنا إلى الجنة بفضل الله. يكفي أن سيدنا النبي قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال أبو ذر وإن سرق وإن زنى، قال وإن سرق وإن زنى ثلاث مرات، قال وإن سرق وإن زنى رغم أنف أبي ذر، فرحمة الله واسعة. للا أمينة لعل الوالد كان حافظ لكتاب الله، والحافظ لكتاب الله مرحوم، الحافظ لكتاب الله مرحوم، لأنه يحمل كلام الله في صدره، وإذا دخل قبره تحاج عنه سورة الملك، وإذا كان في الصراط تحاج عنه آل عمران والبقرة، وإذا كان في المحشر يستظل بالبقرة وآل عمران وغيرها من الصور المباركة التي فيها أسرار إلهية. فربنا رحمن رحيم، بل إن الله تعالى يعطي للميت الحامل لكتاب الله الشفاعة، يشفع لعشرة من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار. حكمة بالغة أن الله تعالى جعل رغم الكورونا يتبعه أعداد كبيرة، 150 نفر كما ذكرت، هذا من علامات الشهود، شهود الدنيا شهود الآخرة، رغم الكورونا ورغم الإجراءات الاحترازية والوقائية، لكن هناك بعض الأخيار وبعض الأبرار جنائزهم تكون ملأة بالأحباب يستغفرون له ويشهدون له عند الله تعالى، رغم أن هذه فيها ضرر على مستوى نقل الوباء لا قدر الله، ولكن رحمة الله أوسع ومغفرته أكبر، فهذه علامة حسن الخاتمة. حتى إن الذي مات بجانبه وكان سكيرا، من يدري لعل الله تعالى يكرمه بحسن الخاتمة، من يدري، لا أحد يدري، لأن الله تعالى هو علام الغيوب. كم من واحد كان فاسقا وكان فاجرا في الظاهر، لكنه كان يعمل صالحا، كان محبا للخير، كان ينفق على الفقراء والمساكين، كان يوثر الآخرين عن نفسه، كان يقدم الآخرين عن مصالحه، لعله كان بارا بوالديه، لعله كان صابرا محتسبا، لعله يشرب الخمر، وأنا أعرف أعداد يشربون الخمر فرارا من النزاع، لأنهم كثرت عليهم النزاعات وكثرت عليهم الابتلاءات، فيفرون بعيدا يشربون الخمر ويطلبون من الله العفو والعافية. فربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لعل الله تعالى أراد أن يكون جيرانان حامل كتاب الله وشرب خمر في قبرين، لعلهما بعض أحدهما إلى الآخر يتكلمان ويتحاوران في قبرينهما، والرحمة عند الله تعالى. نسأل الله الرحمة للجميع، ونسأل الله أن يختمنا ولكم جميعا بحسن الخاتمة.
أما الوالدة فعليها أن تعلم بأن زوجها رحل إلى رحمة الله، وأن ما أصابها مع أولادها هذا قد يكون قدر من عند الله. في الغالب دائما المؤمن يسبق إذا أصابته فتنة، وإذا أصابه ضرر، وإذا أصابته مصيبة، يقول في الغالب لعلها فتنة من عند الله، ابتلاء من عند الله. ربنا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذا أصابتنا مثلا شباب لم يتزوجوا، شابات لم يتزوجن، رزق قليل، درسوا دراسة جامعية ولم يحصلوا على شغل ولا على عمل، لا نقول دائما بأن الأسباب خارجية، نقول أولا لعل هذا من قدر الله، ربنا قسمة ونصيب، ولا مفر من ذلك سوى الدعاء واللجوء إلى الله. إذا كانت المسألة هي فتنة من عند الله وابتلاء من عند الله، لا ملجأ ولا منجأ سوى اللجوء إلى الله والدعاء إلى الله. وقد يكون السبب فعلا كما ذكرت أن هناك بعض الأشخاص الذين عندهم مرض في قلوبهم يستعملون شعوذة ويستعملون أسحار سحر وأشياء هي طلاسم يؤذون بها الآخرين فيتأذون. هذا ممكن، وارد جدا، وارد جدا، وربنا ذكره في القرآن العظيم كثيرا. ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وكل هذا لكي يزول. ماذا علينا أن نفعل؟ أختنا أمينة ذكرت مجموعة كبيرة من المتاعب، ماذا علينا أن نفعل؟ ما هي الطرق التي يمكن من خلالها أننا نتجاوز هذه المحن ونتجاوز هذه الصعوبات ونحصل على حياة رغيدة طيبة سليمة؟ ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نقيم مؤتمر يدعى إليه خبراء في علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد وفي الأرخيولوجيا وفي التاريخ وفي القانون وفي فنون الحياة وفي البرمجة العصبية والبرمجة اللغوية، لعلهم يجدون لنا حلولا لهذه المشاكل التي أصيبت بهذه العائلة. لكن نحن لا نحتاج إلى كل هذا، نحتاج إلى شيء واحد فقط دون متاعب، نحتاج أن نتوجه بإخلاص وبيقين إلى صاحب الأمر، إلى مالك الملك، إلى الذي أمره بين الكاف والنون، إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون، ونقول يا الله يا الله يا الله، يا ربنا إن هذه العائلة إنها عائلة رجل يحمل كتابك في صدره، يحمل القرآن الكريم في صدره، وإن هذه العائلة تعاني متاعب، الأب في القبر والأم طريحة الفراش والإخوة والأخوات في صراع، يا رحمن يا رحيم، كرامة للقرآن العظيم الذي في صدر يا رب هذه الآيلة، اللهم اجمع شملهم أجمعين، يا رب أنت طبيبهم وأنت معالجهم وأنت كفيلهم وأنت مداويهم، اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت بأعطيت، أن تشمل هذه العائلة أما وأولادا وبنات وحفدة، أن تشملهم برحمتك وتشملهم بعافيتك وتشملهم بعنايتك وتشملهم برعايتك. اللهم يا رب اصرف عنهم الأمراض واصرف عنهم الهموم واصرف عنهم الغموم، اللهم يا رب يا كريم، وفرج عنهم ما يجدونه، إن كان سحرا فأبطله يا رب، إن كان ما أصابهم سحر فأبطله، وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وإن كان قد أصاب ما أصابهم مرض نفسي فيه توتر وعداوة وبغضاء فيما بينهم، فاللهم أنت الطبيب فعالجهم، رب الناس أذهب الباس، رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، اشفي أنت الشافي، اشفي القلوب واشفي الضمائر واشفي ما في الصدور، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. اللهم عجل لهم بالشفاء التام، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم يا ربي وارزقهم رزقا حسنا، ارزقهم رزقا طيبا، رزقا كريما، رزقا وفيرا، وبدل حياتهم من حال إلى حال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة دافعة من عند الله. اللهم يا رب بدل حالهم إلى أحسن حال،
صحة وعافية وبركة ورزقا وسعدا. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم.